اللي هو خلى اللعيبه الشمال افريقيا لعيبه شمال افريقيا بيعملوا معامله اللعيب المصري؟ اكيد عارف القرار. بص على المستوى الشخصي كوكيل لاعبين افرح بالقرار ده، طبعا. بس على مستوى فائده الكره المصريه لا، هيضر بالكره المصريه قولا واحدا، هيضر بالكره المصريه. طب ليه؟ هقول لك ليه. حسب العدد اول حاجه، يعني تفتحها ولا تخليها اتنين لعيبه؟ قال لك هيكرروا في شهر 12. لو فتحها انت هتموت مراكز معينه عندك، يعني مثلا في ازمه في مصر في مركزين، في الباك ليفت والسنتر فيلد، والسنتر فيلد، وعندنا برضو المساك، خلي بالك المساك برضو عندنا والسنتر فيلد، فعلا عندنا ازمه كبيره في السنتر. لو انت عوضتها من شمال افريقيا جبت خمس ست فراوده في خمس ست انديه كبار، خلاص الموضوع مات، مش هيبقى عندك حد طفره يلعب في الانديه الكبيره دي يجي يلعب عندك في المنتخب. طب انا السؤال دلوقتي، السؤال اللي مجنني انا شخصيا، يعني ما الدوري الانجليزي زي الفل شغال والدنيا هناك مفتوحه فتحه السنين، انا كالشعب المصري ده كله احنا بقينا معدين 100 مليون اكتر من 100 مليون، مش عارفين نطلع لعيبه تغطي على اي لعيب، يعني انا خايف ليه؟ انا كواحد مصري عندي نادي مثلا اهلي زمالك اسماعيلي مقاولين مصري ايا كان، انا ايه اللي مخوفني؟ ده انا عندي كميه